لغاية الآن لا يتم الحديث عن إشراك قوات الحشد الشعبي في معركة تحرير قلب الموصل. الاتفاق الذي عقد قبل انطلاق العمليات لا زال صامدا لغاية الآن، لكن علينا أن نكون أيضا واضحين. قادة الحشد الشعبي قالوا مرارا وتكرارا لو طلب منا رئيس مجلس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة في العراق أن نتدخل وننقذ قواتنا المقاتلة وأبنائنا في الموصل فسوف لن نتأخر بذلك. هم يعون بأن القضية ستكون صعبة على القوات العراقية بسبب الازدواجية بقتال داعش وحماية المدنيين من جانب، وهم يعون أيضا القدرة التي امتلكوها في القتال قتال الشوارع، خاصة القدرة التي اكتسبوها في معارك تحرير تكريت والفلوجة، لكن لا يتحدثون اليوم بهذه النبرة التي تقول بأن الحشد الشعبي سيدخل إلى الموصل.